واحد من افضل المحللين في كره القدم، نجم كبير دايما كنا بنستمتع بيه، كابتن فاروق جعفر نجمنا الكبير. كابتن فاروق مساء الخير عليك كابتن. احمد ازيك حبيبي، اخبار حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك. ازيك حبيبي؟ الله يخليك كابتن. مبروك نادي الزمالك النهارده كابتن. الله يبارك فيك. الله يعني رايك ايه النهارده في الاداء؟ في تطور كابتن في اداء نادي الزمالك بشكل كبير؟ يعني الاداء النهارده في كل حاجه فيها تطور، اداء جماعي، مهارة اللعيبة، اكتشاف لعيبة، 3 أهداف. يعني النهاردة حاجة، يعني النهاردة تسعد كل زملكاوي النهاردة الأداء بصراحة. يعني حقيقة كابتن. طيب كابتن، هل في أداء لبعض اللعيبة النهاردة في الماتش كنت متوقعش أنه يطلع منهم النهاردة كابتن؟ هو لعيب كورة، أنت طبعا لعيب كورة، لعيب الكورة ما بياخد حريته من غير ضغط، وتحس أن هو يعني عارف عايز ينفعل، عايز يديك افضل ما عنده، بتنتظر منه ده. النهارده يمكن شفنا امام عاشور حاجه ثانيه، ومباراه المباراه ان شاء الله يعني تاتش وود، يعني هو بيتطور في الاداء بتاعه الفني، اداؤه التكتيكي، الجراءه بتاعته على التصويب على المرمى، النواحي الهجوميه، ولعيب ديفندر لكن بيروح لقدام، فطور اداؤه بشكل جيد يعني امام عاشور. صحيح يا كابتن، صحيح. شيكابالا النهارده كابتن، شيكابالا النهارده بدايه كويسه وادى مباراه كويسه. وانا كمان اللي عجبني يعني دايما النجم ما بيبقى في حد مهم في الفرقه مش ضروري تحس بيه، لكن ما تقدرش تستغنى عنه، اللي هو اوباما. يعني اوباما لعيب يعني سهل الممتنع، يعني اداء حركي بشكل جيد، البصير كويس، بيجيب اهداف من غير ما تحس. يعني انت بتبقى عامل مثلا جمله بتتعمل والاختراق من تحت، يعني ماتشين ورا بعض نفس الجمله، نفس طريقه الاداء، لعب كره بدماغه في الماتشين، الماتش النهارده والماتش اللي فات. بيساند المهاجم بشكل جيد، مستقر فنيا، فمخلي شكل الفرقه كويسه، فاوباما في حاله جيده جدا كمان. كابتن، ما يقص نادي الزمالك من وجهه نظرك بقى بعد الاداء ده، هل في الامور وصلت للكمال في جزئيه الاداء بالنسبه لنادي الزمالك، ولا لسه محتاج نادي الزمالك بعض الامور سواء بقى لاعبين او شكل تكتيكي داخل الملعب؟ هو طبعا النهارده الزمالك قدم عرض كويس جدا، واللي ساعده على كده فريق الطلايع النهارده، بعد ما جه فيه الهدف فريق الطلايع اتفتح الفريق، يعني الخطوط فتحت عن بعضيها، ما بقاش فيه تركيز في الاداء، التغيير اللي حصل عمل دربكه جامده. فانا شايف النهارده يعني اللعيبه بتاعت الزمالك خبراتها كانت اكتر في الملعب، رغم ان فريق الطلائع ده كسب الزمالك 3-1 في وقت من الاوقات. صحيح صحيح، الدور قبل النهائي في كاس مصر. لكن اللعيبه النهارده كانت مركزه، عايزه تكسب، تفاعلت مع المباراه بشكل كويس جدا. اخطاء من المدافعين بتوع طلائع الجيش سمح لعيبه الزمالك ان هم يجيبوا اهداف، وبعد ما جابوا، بعد ما جه في طلائع الجيش الهدف، بقى كل فريق طلائع الجيش بيروح لقدام، وده اللي خلى الزمالك استحوذ على نص الملعب واستحوذ على النواحي الهجوميه، ان الزمالك كان ممكن يعزز الاهداف باكثر من كده. طب الفتره القادمه كابتن فاروق، يعني توقع نادي الزمالك في ظل طبعا مشاركته في دوري ابطال افريقيا ومشاركته في الدوري والمنافسه حاليا ما بين الاهلي والزمالك، شايف الشكل الدوري هيتغير كابتن، ولا الامور هتفضل المنافسه ما بين الاهلي والزمالك فقط؟ طبعا شكل الدوري مش هيتغير. يعني شكل الدوري مش هيتغير، يعني يمكن المنافس الاساس للاهلي والزمالك هو بيراميدز، ولسه اللعيبه لغايه دلوقتي ما دخلتش التوب فورم بتاع المباريات. ولكن انا شايف الاهلي والزمالك اللي عنده اكثر عدد من لعيبه، التقارب الذهني والفني والمهاري من بعض هو اللي هيستمر في البطوله. انت عارف هتلعب 3 بطولات، 3 بطولات عايزين تركيز، عايزين خبرات، عايزين نواحي بدنيه كويسه او ناحيه تكتيكيه كويسه، انسجام موجود في الملعب. فانا شايف ان افضل حاجه الاهلي والزمالك يعززوا من اللعيبه بتاعتهم، يعني يحاولوا يشاركوا كل اللعيبه او اكبر كم من اللعيبه في المباريات، عشان يبقى عندك البديل لا كان مجهد او مش موفق او لا. باتشيكو بيقوم بالدور ده كابتن؟ يعني انت بتتكلم على الاهلي والزمالك، باتشيكو هل وموسيماني هل هم بيقوموا بالدور ده؟ لغايه دلوقتي بدا كل واحد فيهم بيزود عدد اللعيبه في الملعب. يعني انت كنت الاول بتعتمد على 13 14 لعيب، مع كثافه المباريات والبطولات والضيق الوقت في بين الماتش والمباراه. يعني انت لعبت النهارده وهتلعب يوم الثلاث، فدي اللعيب المصري ما تعودش 72 ساعه ويلعب،
صحيح. لازم يبقى عندك البديل. يعني النهارده كان باتشيكو كان عنده جريء، كان عنده من الجراءه ان هو لاعب لعيبه ما كانتش بتلعب، عمل تغييرات وده اللي ساعده النتيجه، ما جاب 3 اجوال. لاعب شيكابالا النهارده 90 دقيقه. فانا شايف ان مدرب الاهلي والزمالك لازم يعيشوا في حته تجهيز اكتر من 15 16 لعيب، على الاقل 20 لعيب يكونوا جاهزين في اي وقت النادي يحتاجهم، يكونوا موجودين يقدروا يبقى في منافسه بين اللعيبه وبعضها، منافسه يعني منافسه مريحه، مش منافسه لشد الاعصاب، لا منافسه ان انت تأدي بشكل كويس، تبقى بتنافس زميلك، انت هو بتتنافسه على الافضل الاحسن او الافضل هو اللي يلعب، فهتلاقي دي موجوده في الملعب بين اللعيبه ان شاء الله. طيب كانت فاروق يمكن خلال